بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أبارك لنفسي ولإخواني وللمؤمنين في كل مكان بهذه النعمة العظيمة، وهي إدراك هذا الشهر الذي كان يبشر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ويقول: جاءكم شهر رمضان شهر مبارك. رمضان موسم لاستباق الخيرات ولنيل الصالحات وللتقرب إلى ما يرضي رب الأرض والسماوات. ولهذا الله جل وعلا أخبرنا عن الحكمة العظيمة التي يجب أن نخرج من رمضان بها، وهي قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل هنا بالنسبة للمخلوق هي الترجي، في كل آية تأتي إلا في آية لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون. أما في هذه الآية وأمثالها فهي للعلة وللحكمة من فريضة الصوم، أن تجعلك متقياً لله جل وعلا، مخلصاً له في قولك وفعلك، في ظاهرك وباطنك، في جميع أحوالك وسائر شؤونك. وهكذا ينبغي أن يكون رمضان مدرسة لسلوكنا، لتصرفاتنا، لأقوالنا، لأفعالنا، لنكون في عداد المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن رمضان نعمة عظيمة يستبقها المسلم، لأنه إما كل ابن آدم خطأ، إما خطأ في الكبائر، وإما خطأ في الصغائر، فجاء رمضان ليكون نعمة، ليغفر الله له، ليغفر الله لنا به ما كان من الصغائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ثم أنعم الله جل وعلا علينا بقيام الليل، بفرصة قيام الليل، صلاة التراويح، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وميزات رمضان وميزات الصوم لا تحصى ولا تعد ولا يمكن أن تذكر في مثل هذه الدقائق، وإنما الشأن أيها الإخوان أن نحقق غاية التعظيم لربنا وكمال التذلل لخالقنا، وأن نكون كما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، قريبين من كل خير، متبعين قدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم. إن مكان الاجتماع في مثل هذه الأيام قد يحصل فيه من البعض على البعض التجاوز، وهذا لا يحمد ولا يستقيم مع حكم شهر رمضان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وفي حديث صحيح آخر رواه البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فاحفظ جوارحك، احفظ قولك، حقق قول ربك جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فتراحموا وتعاضدوا، وليرفق كل منا بأخيه ليريه أخلاق الإسلام التي فرضت الفرائض لإيجادها ولتحقيقها في حياتنا. ثم إن هذا الشهر العظيم في ليله ونهاره من مواسم ومن مواطن استجابة الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرا، ادعوا الله جل وعلا في سجودكم وفي خلواتكم لأمتكم التي ينالها ما ينالها من الأذى ومن الصراعات ومن المشاكل ومن الإحن. ادعوا الله لكم ولأنفسكم ولذرياتكم ولإخوانكم. ادعوا الله لولاة أمور المسلمين أن يوفقهم الله جل وعلا لما فيه خير رعاياهم، وأن يسددهم وأن يصلح أمورهم. أكثروا من ذلك، فإن نفع ذلك عظيم. قال الإمام أحمد: لو كان لي دعوة لجعلت مستجابة لجعلتها للإمام. ادعوا الله جل وعلا لهذا البلد بالأمن والأمان والرخاء والسخاء. ادعوا الله جل وعلا لولاة أمورنا بالتوفيق والسداد على ما يقومون به من خدمة للإسلام ومن خدمة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يقومون به من خدمة لبيت الله الحرام ولمكة ولسائر المسلمين في كل مكان. فالمؤمن من سعادته أن يكون له دعوة مستجابة تصلح بها الأمة، فحينئذ يسعد في دنياه ويسعد في أخراه، لأنه بهذه الدعوة قد جعل الله بها صلاح أمور المسلمين. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.